أول ثانوية مهنية صحية على مستوى الشمال المحرر باتت موجودة في مدينة عفرين شمالي حلب. مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية الصحة في المدينة افتتحت الثانوية الصحية الأولى والتي سيعترف على شهادتها محليا وفي تركيا بحسب القائمين عليها. نحن بنستقبل الطلاب من جميع المناطق، من عزاز، من إدلب، من درع الفرات، ما عندنا أي مشكلة. فما كل ما هنالك شرط القبول الشهادة التاسعة يكون معه، والعمر تحت 20 سنة، 18 سنة، والسنة هاي في استثناءات باعتبارنا أول سنة موضوع العمر، يعني في عندنا استثناء من شرط العمر. أما في السنة القادمة رح يكون آلية القبول عندنا بالثانوية على معدل خاص شهادة التاسع، ويكون في علامة اختصاصية لمادة العلوم من الرياضيات اللي بده يجي يسجل هون، فهالسنة استثنائية. يبدأ الطالب الدراسة في الثانوية من الصف الأول الثانوي وحتى الحصول على شهادة الثالث الثانوي، ويشترط للتسجيل في الثانوية أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية، وسيكون للطلاب الخريجين الفرصة لمواصلة تعليمهم في المعاهد والكليات الطبية من خلال مفاضلة خاصة بهم، مما يعزز فرص الطلاب في الحصول على تعليم عال متخصص. طبعا التدريس هون كتير ممتاز ونحن مرتاحين مع الكادر، وبتمنى انه كل حدا بده يفوت بمجال الطب يبدأ مشواره بالثانوية الصحية، وانا حابة اكمل بعد الثانوية الصحية بجامعة فن التخدير. جيت للثانوية الصحية طبعا بعد ما نجحت بالتاسع، لاني سمعت انه لها مفاوضات ومستقبل باهر، فأنا عبمهد علمياً مشان بإذن الله أدخل كلية الطب وأصير طبيب جراح. افتتاح مجالات واختصاصات جديدة في عفرين من شأنه رفض المنطقة بالكوادر التي تحتاجها، وإيجاد مثل هكذا ثانويات من شأنه اختصار الوقت على الطلاب الراغبين بالوصول السريع إلى اختصاصهم المفضل بما يتناسب مع جودة التعليم في الشمال السوري المحرر. إدخال مجالات علمية جديدة قادرة على تلبية طموحات الطلاب والتخلص من النمط التقليدي للتعليم من شأنه تنويع الاختصاصات العلمية القادرة على النهوض بالشمال المحرر. أحمد شمالي، حلب، اليوم، عفرين.